مشروع الاصلاح الشامل الذي اطلقه السيد رئيس الجمهوريه قبل اكثر من ثلاث سنوات والذي جعل تكريس دوله الحق والقانون احد اهم ركائزه وفي هذا السياق تضمن الدستور الجزائري جمله من التدابير الهامه لتعزيز الضمانات المتعلقه باحترام حقوق الانسان والشعوب على غرار تكريس مبدا الامن القانوني وتعميم مبدا التقاضي على درجتين وتوسيع مجال الدفع بعدم الدستوريه ليشمل مجال التنظيم وقد اعقب ذلك اجراء اصلاح شامل للمنظومه التشريعيه والمؤسساتيه المعنيه بحقوق الانسان وتوجيهها بشكل كامل نحو المساهمه في تحقيق تنميه شامله يكون المواطن محورها ومبتغاها